معلش اخرناكي على التليفون شويه، لا ما في سامحيني. حاجة، أنا بسأل بس عن جوزي. أنا جوزي عنده 65 سنة، ايوه وإحنا في رمضان، وبعدين يعني هو طيب جدا وكويس جدا، وإحنا ملتزمين جدا، بس إيه عيبه الوحيد بيتفرج على أفلام وحشة في على التليفون دلوقتي، فمش عارفة أعمل إيه. يعني في رمضان لسه شايفاه امبارح وبكلمه، يعني عادي، يعني ما عندوش فرق. يعني خلاص انت مش من افلام وحشه، بمعنى ايه افلام يعني خارجه عن ولا مطلق، ولا بتتفرج على التلفزيون يعني؟ قصدك ايه؟ بتتفرج على التلفزيون كده اللي جاي في التلفزيون، ولا افلام وحشه بمعنى لا، وحشه؟ على التليفون، على التليفون اللي معاه بيتفرج على افلام جنس. تمام يا ام سمير. انا شفت بنفسي امبارح وهو قاعد يتفرج لوحده، وبقول له احنا يعني حرام كده، حرام حرام في كل وقت ان النظر يعني للعوراء. الحل ايه؟ حاضر يعني مش عارفه، حاضر يا ام سمير، اشكرك وما على فيش بيننا التليفون. مشاكل ولا اي حاجه، يعني رب احنا لا ان كويسين شاء مع بعض. معلش معلش، ربنا ان شاء الله باذن الله يهديه ويصلح حاله، ربنا يهديه ويصلح حاله.